صحابتي من صحيح، منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه. أبو بكر كنيته، عبد الله اسمه، أبو قحافة كنية أبيه، واسم أبيه عثمان، فأبو بكر هو عبد الله ابن عثمان. والسابق إلى الإسلام قيل إنه على الإطلاق، وقيل بالتفصيل علي أول من أسلم من الصبيان، خديجة أول من أسلمت من النساء، أبو بكر أول من أسلم من الرجال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين: